مثلا لا ان شاء الله يا كابتن ولا لا ولا بصيت له كده كل بص انا مش انا بتكلم الماني انا دايما ما بحبش اللي هو ايه انا رايح انا جاي يعني كل لكل مقام مقال يعني لما تيجي الانتخابات نتكلم فيها يعني هيبقى مفيش حاجه غير حدث بانتخابات الزمالك يعني يعني مفيش داعي دلوقتي من قبلها باربع شهور ثلاث شهور نقعد نتكلم في حاجه لسه يعني لسه هتيجي ان شاء الله يعني ربنا يدينا الصحه والعمر بس يكون موجودين يعني ان شاء الله ف لا والله بجد يعني انا وبعدين انا ما بحبش انا ما بحبش فكره ان انا اقعد ادعو الانتخابات مثلا واقعد اتكلم عن نفسي انا داخل الانتخابات يعني مش وقته خالص يعني مش وقته يعني بس الناس ماشيه بشكل كويس خليهم يدعوا هم الانتخابات والدنيا تبقى فيه هدوء في النادي في مكسب النهارده بتكسب في الباسكت بتكسب في الطايره بتكسب في الكوره في هدوء الناس راضيه عن هذه اللجنه بشكل كبير الزمالك وضع مختلف الزمالك الناس في انتظار حتى اللي انا هقول لك بس حتى اللي موجودين في انتظار مجلس يعني الكابتن حسين حبيب ما دخل معايا قال لي احنا بنشتغل كده عشان ان شاء الله لما يجي مجلس منتخب بعد كام شهر يشيل فهم الناس كلها دلوقتي ان يبقى فيه مجلس قادم ناس يعني موجوده قادمه تكون قامات كويسه بغض النظر عن اسماء ربنا يوفق الجميع ويكون فيهم حد كروي نظر للملف الكروي يكون فيه اهتمام لان الزمالك ابتدى يقطع شوط كويس يعني ابتدت الفرقه بقت مستقره الامور الفنيه كويسه كارتيرو الراجل عنده طموحات كبيره بص انا اللجنه اللي شغاله دي انا شايف ناس كويسين جدا بيشتغلوا في هدوء وبيشتغلوا يعني مش هو هدوء ما بيعملش حاجه لا في هدوء وبيشتغل على كل السيد لازم نديله على كل الملفات يعني ولد بيشتغل طبعا ولد بيشتغل صح حسين السيد كابتن قبل الانتخابات لما تبتدي تدعو الانتخابات ان شاء الله مثلا هتدعي في شهر 9 وانتخابات تبقى في 11 هتبتدي بقى الامور الانتخابيه تبان وتبتدي الناس اللي عايزه تنزل وتبتدي كل بقى الناس تتكلم ويبتدي قوائم لكن دلوقتي انت ليه هتعمل زخم وانت لسه ما فيش حاجه يعني خلي الامور ماشيه لان خباك الانتخابات دي بتاخد من هتاخد من تركيز ممكن اللجنه بشكل او باخر وتدخلهم في حاجات وممكن واحد ينزل النادي الناس تقول له اشمعنى ده ينزل فتدخلك في مشاكل انت دلوقتي في حل عنها انت ماشي الناس كلها عايزه تزق المركب لقدام ساعة شهر 9 لما تدعو الانتخابات هو طبيعي زي الانديه كلها ما هتدعو الانتخابات والناس كلها تنزل النادي والناس كلها تنزل ترشيحاتها يعني فلكل مقام مقال يعني ان شاء الله يعني